يجد الكثير من المواطنين والمقيمين في الحدائق العامة والمنتزهات وساحات الأحياء متنفسا لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقات جميلة وممتعة، وللحفاظ على هذه الأماكن العامة وزيادة قدرتها على استقبال أعداد أكبر من الزوار، فإن علينا المحافظة على النباتات والزهور والمسطحات الخضراء، عدم العبث بأنظمة الري وأعمدة الإنارة، استخدام معدات شواء الأطعمة والفحم في الأماكن المصرح بها.